السلام عليكم خوتي العائلة، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحة؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ولكن الله يرحمكم الوالدين اللي فتح الفيديو يسمع ليا، بغيت نهضر معكم شي شوية، الله يسهل عليكم. بغيت نهضر على القنوات اللي دخلوا عندي الجداد وعلى القدام، على كل شيء، وكاع اللي كيتبعوني بغيت نقول لهم واحد الحاجة، الله يجازيكم بخير. اللي كنصيفط لهم قليبات ولا كنصيفط لهم هكا ابوني ولا يعذروني، راه ما قارياش، اقسم بالله العظيم اخوتي ما قاريه. الراجل قاري شي شويه ولكن الكتابه ما، الولاد عندي الولد كيقرا في الرابع ما كيعرفش يكتب، اقسم بالله اخوتي. عندي الولد عنده 13 عام ما كيقراش. هادشي اللي بغيت نوصل لكم، هاد الفيديو اللي درتو هاد النهار هادشي اللي بغيت نوصل لكم. كنشكر كاع الناس اللي دخلوا عندي وشجعوني، الله يجعل ربي يسهل عليكم. والله القناه راه ما كنعرف فيها والو، قلتها لكم، يعني الناس اللي كيتبعوني شحال هادي راه قلتها لهم، راه ما كنعرف لا في التصوير لا والو. والله اخوتي عاونوني، بارطاجيو هاد القناه. بغيت ان شاء الله الا دعمتوني مزيان، بغيت بهاد القناه ان شاء الله يا ربي العام الجاي ان شاء الله نقري عندي هاد الولد اللي عنده 13 عام، يا اما ندخلو يقرا يا اما ندير له شي حاجه، الله يسهل عليكم. والله اخوتي حتى التليفون باش كنصور راه والو، الا كتامنوا بالله. يعني انا بغيت نخدم، انا ما نسعى حتى على شي واحد، انا بغيت نخدم على راسي، وكنتمنى يشوفني شي واحد من ناضور وبغى يساعدني، باش غيساعدني ماشي بشي حاجه، يساعدني غير يجي يوريني في القناه، يجي يساعدني في غير في القناه ديالي وصافي، ما كنسعى حتى على شي واحد. والله يجازيكم بخير والله يسهل عليكم، وسمحوا لي اخوتي راه على من درت هاد الفيديو على القرايه، بغيت نقول لكم راه ما قارياش. اللي كنصيفط له ابوني ولا وريده ولا يقبل يعرف خصو 100، راه ما قارياش. واليوم جيت ندير هاد الطويجين ديال الحوت كنديرو بالزبيب والبصله كيجي حلو. وساعدوني باش ندير التحديات، باش الحكم رد لسمير، داك الحكم اللي دار فيا هو ولده، هانتوما القباره قبلوا عليا. الله يجازيكم بخير. هانتوما هاد الحوت هذا ديما ملي كيجي كنديرو في الطاجين، كندير ليه الزبيب والبصله وبالقرفه، كيجي غزال والله. وسمحوا لي اخوتي الله يجازيكم بخير. والله الا هاد الفيديو درتو غير باش نهضر معاكم وصافي، يعني ما درتوش على شي حاجه باش نوريكم ولا كنا غنديروا واحد التحدي هاد النهار. الراجل ما بغاش يدير التحدي، قال لي ما نبانش، ولكن زيدوا شجعوني شويه في الكومونتيرات باش يبان، ما بغاش يبان، قال لك حشمت ما بغيتش يبان في القناه. هي ما فيها تاعي هاد القناه، حتى هي خدمه اخوتي. الله يجازيكم بخير والله يسهل عليكم. بارطاجيو هاد القناه، بغيت هاد الفيديو تبارطاجا، الله يسهل عليكم، بغيتو تبارطاجا اخوتي. هانتوما البصله كنقطعها هكا، كيجي زوين والله العظيم. نقطعو البصله هكا خوتي، الله ساعدوني في هاد القناة خوتي، ساعدوني يعني بلاد ما بغيت نخدم، بغيت نخدم وحق الله محروق على هاد القناة، إن شاء الله تطلع. والله العظيم راجلي قال لي زعما ما تقوليش هكا، ما فيها تاعي بنهضر، واللي قريب في الناظور وبغى يساعدني يجي عندي، كتب لي نصيفط ليه النمره ويجي مرحبا به يساعدني على القناه ديالي، ما فيها تاعي. واش حنا واحد بغى يخدم على وليداتو ما نساعدوش؟ نساعدو يا ريت، لو كان لقيت انا باش نساعد يا ريت، ماشي غير معنويا، يا ريت وكون كنت قاريه ونعرف وندير نساعد كاع الناس. والله ولكن الغالب الله لينا الله سبحانه وتعالى. هانتوما خوتي البصله قطعتها هكا، كتجي فنه 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 فنه، ولكن بهاد الحوت ما كنديرهاش بشي حوت اخر، كيجيبها لنا مول بشكليت ولا حتى الباب، هاو كان رخيص كديوه. الحوته تبارك الله فيها الخير والبركه. هانتوما ما فيها شي جوج كيلو يمكن، كيلو ونص ولا ما نعرف. هانتوما كندير البصله لتحت، والحوت راني مشرملها اللي دايره فيها الملحه
دايره فيها الملح وشويه القزبر، غير شويه القزبر وشويه الثومه، ما كنكثرش، ما كنديرش التحميره والكامون وداك الشيء، حيت هذيك كتشي معسله. او الزبيب رطبته ب الزبيب رطبته في ميه قبيله، ما عنديش الملح حيت الحوته فيها الملح. هانتوما زويته، هو كيبغي غير ليدان هاد البصله والزبيب، كتبغي ليدان. سمحوا لي واحد دقيقه نجيب المعلقه ونجي. هانتوما خوتي، كنت نسيت الابزار، كندير فيها شويه ديال الابزار. هانتوما اللي قريب يجي ياكلها معايا مرحبا به. شويه وصافي، هاد الابزار حار. هانتوما القرفه، كندير غير شويه دابا، هانتوما غير شويه، كندير غير شويه ديال القرفه. وهاد القرفه اللي بقات مين يطيب صافي، يعني ما بقى ما يبقى والو، نحطوه نزيد عليه شويه واحد المعلقه ديال السكر نزيدها عليه، ونزيد عليه هاد شويه القرفه، ونولي نسد عليه ونقص عليه البوطه وديروه ورحموني عليه. ديروا هاد الطريقه لهاد الطاجين ورحموا، غير هو في الشرميله، في الشرموله ديال الحوت، ما ديروش فلفله حمراء والكامون وداكشي اللي كنديروا للحوت ديال الطاجين، غير شويه ديال الملحه وشويه ديال القزبر ومعدنوس، وشويه انا درت فيه شويه ديال الزعفران ضروري بنادم اللون. يلا خوتي خليتكم على خير، انا هنا غادي نكمل معكم الفيديو ديالي، الطاجين ديالي انتوما. انا هنا غنكمل معكم الفيديو ديالي، وهذا الفيديو خوتي ما درتوش باش نوريكم شي حاجه، هذا الفيديو درت لكم باش نشرح لكم القناه ديال اختكم سميه، وانا قلت لكم جوج مرات وغادي نعاودها الثالثه. كنتمنى شي واحد يسمعني من الماضر وحده ولا واحد ويبغى يساعدني في القناه يجي مرحبا به، حيت ما عنديش اللي قاري وما عندي حتى شي واحد هنا في الناظور اللي بغى يجي يساعدني مرحبا به. الله يجازيكم بخير، خليتكم على خير.